مؤخرا قد ايه يهدف الى تشويه النشاط الحوثي وشكل الضغط اليومي الموصل في سوريا واتهام الحكومه السوريه باستخدام مواد السامه في حشد الخون دون اجراء تحقيق جدي بل بمجرد مهاجره الامام الشعيرات دون اعتبار اي استنتاجات من اي تقارير مشتركه ذاتيه اجد فكره العمل الامني الدوليه المشتركه ينتهي في 17 من نوفمبر القادم. على صعيد اخر اعلن وزير الخارجيه روسيا لافروف عن المعظم حفظه الله ورعاه. السلطنة والسويد